بكم من جديد، نواصل متابعتنا للموقف في مصر بعد جريمة ما حدث أمام الحرس الجمهوري النهاردة، ومحاولة تشبيهها بأنها يعني ماسكر أو يعني مذبحة من الجيش المصري على العزل المساكين اللي كانوا بيصلوا، لكن الخديعة كشفت والعالم كله تحدث عن اعتداء من الإخوان المسلمين على الجيش المصري، وبالتالي الجيش المصري رد. لكن في النهاية طبعا هناك مطالبات بضبط النفس، هناك مطالبات بمنع العنف، لكن في النهاية هذا هو المشهد. جماعة الإخوان تحاول أن تجر مصر إلى معارك إرهابية، إلى مواقع في أماكن مختلفة، ربما لرفع سقف التفاوض، لكن الشعب المصري الذي انتصر في معاركه مع الإرهاب قبل ذلك في الثمانينات والتسعينات لقادر أن ينتصر مرة أخرى. ومنذ قليل صدر الإعلان الدستوري زي ما قلنا لكم، 33 مادة، أهمها أنه الدستور يعني 4 أشهر على إقراره، وما بين لجنة أولى من الخبراء الدستوريين، ثم لجنة من الحوار المجتمعي من 50 فرد، في النهاية الاستفتاء خلال 4 أشهر، ثم بعد ذلك الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية خلال 6 أشهر. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيادة اللواء محمد بلال، طبعا الخبير الاستراتيجي وقائد القوات المصرية في حرب الكويت. سيادة اللواء بلال كان نجم CNN، وقتها ما كانش فيه غير CNN الحقيقة، كان نجم CNN في وقتها، كنت نجم CNN والجزيرة، والجزيرة وحسألك عن الجزيرة. الجزيرة كانت ناشئة في هذا فعلا. الوقت على ما أذكر ما كانتش بتجيلنا غير بترددات ضعيفة جدا هنا في مصر. واسمحوا لي طبعا أن أرحب بصديقي الصغير يعني الشاب حسن شاهين، متحدث باسم حركة تمرد. وبستأذنك سيادة اللواء، أنا عايزة بس أبدأ في حسن. حسن، أولا رأيك إيه في الإعلان؟ يعني فكرة إن إحنا هنبدأ بنفس خارطة الطريق اللي إحنا كنا طرحينها، فكرة الدستور أولا ثم الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية، ده في وجهة نظر إن هو بداية طريق صحيح لتأسيس ديمقراطية حقيقية في المجتمع، وبداية شراكة حقيقية من كل الناس. فكرة إن يبقى في دستور الأول وبعد كده الانتخابات. أما بالنسبة لتحديد الفترة الانتقالية من 4 شهور ل6 شهور، أنا في وجهة نظري شايف إن الحكومة اللي هتتشكل وتشتغل واللجنة اللي هتقعد لوضع الدستور هي الأكفى إن هي تقدر المدة الزمنية. أنا مش عايز أحدد من دلوقتي مدة زمنية وأجي بعد كده أقول إن أنا هطول المدة الزمنية فيبقى في أزمة في الشارع المصري في طول المدة الزمنية بعد كده. إحنا عايزين إن الحكومة اللي تيجي ولجنة وضع الدستور تقول إحنا هناخد مثلا 6 شهور، هناخد سنة، خلاص إحنا موافقين إن إحنا نستنى 6 شهور، أو موافقين إن إحنا نستنى السنة لحد ما تنجزوا مهامكم ولحد ما يبقى في انتخابات فعلية، سواء برلمانية أولا ثم رئاسية. فدي أهم نقطة في الموضوع. أنا الحقيقة بس أشفق على الاقتصاد المصري، لأن كل انتخابات بعبء اقتصادي مريع، سواء الصناديق، التأمينات، هذا عبء اقتصادي. فأنتوا بتقولوا لنا في هذا الإعلان الدستوري أنه إحنا بنتكلم على 3 انتخابات في 6 أشهر، ده جماعة صعب قوي اقتصاديا، ده منهك الاقتصاد، منهك بالفعل. فيعني 3 انتخابات ده كتير. انا كنت اتمنى طبعا انه الموضوع يبقى سنة او ربما سنة ونص، لانه الاقتصاد المصري لا يتحمل، ده الجزء الاقتصادي لا يتحمل 3 انتخابات في 6 أشهر. نمرة 2 انه الانتخابات الرئاسية اعتقد انه محتاجين نربي كوادر، ولا ايه سيادة اللواء؟ محتاجين نربي كوادر، انها يعني هذه الاحزاب المدنية ما نقعش نفس الخطأ الاول، انه الاحزاب كانت لسه صغيره، احنا عايزين نعمل كوادر تستطيع انها تتبوأ الرئاسه. راي حضرتك يا سياده؟ انا مع كلام سيادتك قلتيه، بس في حاجه لازم نبص لها، ان لم يكن لدينا استقرار سياسي هيبقى الوضع في شيء من عدم الاستقرار شويه. فهنا في وجهه نظر اخرى، ده لازم نوصل للاستقرار السياسي حتى نظهر امام العالم بان احنا فعلا ماشيين في الحياة الديمقراطية السليمة، ولسنا في وضع انقلاب العسكري. يبقى إذن ربما دي يعني وجهة نظر سليمة سيادة اللواء، ان هذا الستة اشهر ربما بتكون موجهة للعالم اكثر. هي من 6 لـ9، بس هو قال 6 أشهر، ما قالش 9 أشهر. سيادتك لو حسبتيها 15 يوم ثم بعد كده
هنخش في 30 يوم، ثم هنخش في شهرين، ثم هنخش في شهرين، هتلاقي ان احنا واصلين بين 6 و 9. هي الفكره كلها ان الحكومه ولجنه وضع الدستور اللي يتشكلوا يشوفوا الخريطه الزمنيه اللي يقدروا يتحركوا فيها قد ايه عشان ينجزوا تتم ويبداوا يتحركوا فيها. بس خلي بال سيادتك في حاجه، ان رئيس الجمهوريه هو الذي يعلن الاعلان الدستوري طبيعي. والاعلان الدستوري لابد ان يتضمن الخطوات اللي هتتم بالناحية الزمنية التقريبية، لكن ما تجيش الحكومة فعلا. بس انا نشوف ست شهور دي فين؟ ما هي كناحية ست شهور كناحية تقريبية ده شيء ستة لتسعة. هو قال من ستة لتسعة، دايما يقول لك ايه في خلال في خلال في خلال، هتبص تلاقي العملية اعتقد. لا انا بدور فين الست شهور دي فين؟ مفيش ست شهور، فاعتقد ان مفيش. هتاخديها في الاول 15 يوم هتشكل اللجنه. عفوا، يبقى انا هنا اخطات في القصه دي، لان ده كان البريف اللي جالنا الاول، لان احنا بنتكلم ويعرض رئيس الجمهوريه مشروع التعديلات الدستوريه على الشعب الاستفتائي خلال 30 يوم من تاريخ وروده، ويعمل من تاريخ وروده منين يا فندم؟ من وروده اللي هو الاربع اشهر بقى، اللي هو 15 يوم الاولانيين بتاع تشكيل اللجنه. ثم اللجنه هتقعد 30 يوم، 30 يوم هتعد في شهرين، وبعدين هتدي للمجتمع في شهرين تانيين ثم يرجعوا لرئيس الجمهوريه ويعمل بالتعديلات. رئيس الجمهوريه يعمل خلال شهر، هي يعني ماشي. بص من 6 ل 9 سنتك لو جمعتيهم، انا ما قدرتش يعني المده لا تقل عن شهر. هي اهم حاجه في النقطه فكره الدستور اول، الدستور ثم الانتخابات البرلمانيه ثم انتخابات. هو الحقيقه ما قالش 6 اشهر، عشان بس اكون دقيقه، انا بعتذر عن هذا الخطا. لا خالص، هو الحقيقه ما قالش 6 اشهر، يعني انا للدقه بقى يا جماعه فيها هتجدها من 6 ل 9 تقريبا يعني. بس هو الحقيقه ما قالش 6 اشهر، ولا لجنه عليا في تاريخ العمل هو فعلا ما قالش 6 اشهر. لا خالص. هو الحقيقه دي كانت معلومه جات لنا من الاول، لكن هي اهم نقطه في الموضوع فكره الدستور اولا ثم الانتخابات البرلمانيه ثم انتخابات رئاسيه، يعني ده يدي تاسيس للحياه الديمقراطيه الحقيقيه. هو ده كان مطلب الثوره من البدايه، الدستور اولا، ودي كانت الازمه اللي وقعنا فيها كده عموما. في لا هو خلينا نكون دقيقين، هو ما قالش 6 اشهر. انا بعتذر عن الخطا نتيجه السرعه الشديده في قرايه الاعلان، لان بيجي لنا الخبر وبنبقى عايزين بسرعه نقوله لكم، لكن هو ما قالش 6 اشهر، واعتقد ان ده شيء مبشر، لانه احنا فعلا هذا الاقتصاد لا يحتمل 3 انتخابات في هذا الوقت القصير. في ناس طبعا بدأت تعترض على المادة الأولى اللي هي بتتكلم على الأدلة الكلية للشريعة وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة. أنا عارفة أن ده هيواجه اعتراضات، لكن يا جماعة ده إعلان دستوري في النهاية، ما هوش الدستور، ما هوش الدستور، في لجنة وضع الدستور، هذا دستور مصغر. يعني دستور كده نمشي بيه الفترة اللي جاية، نمشي بيه الفترة، نقدر نقول عليه مبادئ نتحرك بيها من خلالها لحد ما تبدأ لجنة وضع الدستور في تأسيس دستور حقيقي. حسن، معلوماتكم ايه عن الحكومة وانتم مشاركين في الطرح؟ انتم بتطرحوا وبتشاركوا في الطرح؟ يعني احنا كنا طرحنا الدكتور محمد البرادعي رئيس للحكومة، وباعتبار ان يكون في نقلة في الحياة من ان الثورة تكون طرف في السلطة وطرف في مؤسسات الدولة الفعلية، وقت ساعتها نقدر نحاسب الثورة، نشوف هل الثورة اخطأت ولا لا. ومش معنى كده كان ان البرادعي هو رمز للثورة او البرادعي كثورة، لا، يعني هو كرمزية وكشخص حاصل على جائزة نوبل للسلام، وشخص في الفترة دي تحديدا علاقاته الدولية تسمح له فكرة ان المشهد ما يتصدرش بنفس القصة اللي كانت الاخوان المسلمين بيتصدروا ان ده انقلاب عسكري. نعم. المشهد يتصدر ان ده شيء ثورة شعبية حقيقية، في ناس طالبة الديمقراطية الحقيقية، ده مش انقلاب عسكري. طبعا حزب النور كان معترض، بس انا في وجهة نظري ان حزب النور اذا كان عايز يشارك في خريطة الطريق، ليس من حقه انه يملي شروطه على خريطة الطريق، لان هو في النهاية انصاره وقواعده مشاركة في اعتصام رابعة العدوية مع الاخوان المسلمين، مشاركين بالفعل مع اعتصام رابعة العدوية في مع الاخوان المسلمين. ده بالاضافة الى ان جات لنا معلومات مؤكدة بلقاء قيادات حزب النور مع السفيرة الامريكية، وكان طلب السفيرة الامريكية في اللحظة دي تحديدا ان حزب النور يقوم بتعطيل تشكيل الحكومة عشان يمارس ضغط على القوات المسلحة ويمارس ضغط على الرئيس المؤقت عدلي منصور. ففي هذه الفترة الثورة لا تحتمل مهاترات. الثورة الشعبية اللي قامت في الشارع، 33 مليون مصري اللي نزلوا ما كانش فيهم حد من حزب النور. احنا بنقول ان احنا احسن من الاخوان المسلمين، ومدين ايدينا للناس كلها، وبنقول عايزين نبني مصر الجديدة، مصر المستقبل، وعندنا استعداد نشارك الناس كلها في خريطة الطريق، ولكن بدون ان يملي احد شروطه على الثورة. الثورة ليها شعب في الشارع بيحميها، وده اللي احنا طالبينه، ان الناس تفضل محتشدة في الشوارع والميادين من اجل حماية الثورة ومكتسبات الثورة.
وفي اللحظه دي احنا دعينا اليوم الجمعه القادمه لافطار جماعي من التحرير للاتحاديه، وان الناس تنزل قدام بيوتها تفطر قدام بيوتها وترفع علم مصر وتكمل ثورتها وتكمل فرحتها بالثور. احنا عايزين مشاهد فرحه ترجع تاني في الشارع المصري بعد الغم اللي جالنا بعد بعد الارهاب اللي احنا بنشوفه في الشارع. يومين في حالات ارهابيه إرهاب في الشارع. طيب لكن الان حزب النور خرج من المشهد، انسحب، قال لك لا والله الجيش المصري قتل الناس، وبعدين رجع اللغه اتغيرت، قال لك لا عايزين لجنه لتقصي الحقائق، لجنه مستقله لتقصي الحقائق، وانسحب من المشهد. والله خير وبركه، حزب النور انسحب من المشهد خير وبركه. حزب النور كان قاعد في اجتماع الرئاسه زعلان على ان ابو اسماعيل تم القبض عليه، وزعلان هو ابو الفتوح، وزعلان على ان الشاطر تم القبض عليه. كان ردنا في اللحظه دي ان دول بغض النظر عن شباب الاخوان المسلمين احنا مش ضدهم، احنا بنمد ايدينا ليهم بنقول لهم شاركوا في الحياه السياسيه، ما تنجروش ورا قيادات فاسده، لازم تتحاسب قيادات جماعه الاخوان المسلمين لان هي بتحرض ضد الجيش المصري وضد الشعب المصري وضد الدوله المصريه، دي لازم تتحاسب. فدي قيادات ارهابيه لازم يتقبض عليها، ولازم فورا تبقى رهن الاعتقال لان هي بتهدد الدوله المصريه بارهاب وبتنفذ مخطط امريكي داخل مصر. طب رئيس الوزراء بقى اخر كلام في ايه؟ سمير رضوان ولا يعني الخبر عندنا انه سمير رضوان، هي الرئاسه بتقول ان سمير رضوان اقرب لرئاسه الوزراء، وانا تقديري ان الدكتور محمد البرادعي كان بيقول ان هو عايز يبقى نائب رئيس الجمهوريه. يعني احنا طرحنا الدكتور البرادعي ومتمسكين ان الثوره لازم أن تكون طرف في السلطه وطرف في المرحله الانتقاليه لنقل الدوله لحياه ديمقراطيه، ولكن احنا بنحترم راي الدكتور البرادعي وواثقين في رايه وواثقين في ترشيحاته. في النهايه اللي احنا بنقوله ان الثوره لازم تنتقل تكون طرف في السلطه ومحدش يملي عليها املاءات. سياده اللواء، المشهد النهارده اللي صحينا عليه الصبح فجر، يعني الحقيقه احنا صحينا، انا صحيت مثلا الساعه 6 الصبح لقيت عمرو بيصحيني يقول لي الحقي في مصيبه، ف 6 الصبح الحقيقه احنا صاحيين من 6 الصبح. المشهد ده الاول كان مفزع، يعني في بدايته كده كان مرعب، وبقيناش فاهمين هو مين ضرب مين، هو حصل ايه، ثم بدات تتكشف الاشياء. كيف رايت انت بخبرتك يعني العسكريه، والمشهد ده كان ايه هدفه ووصل الهدف ده ولا لا؟ اولا ممكن اقول ان انا غير راضي بصراحه، غير راضي على البيان اللي طلع من خادر عام القوات المسلحه عن هذا المشهد، لانه كان في يعني بطريقه كانه بيدافع باسلوب التبرير. يمكن سيادتك كنت اكثر وضوحا في هذا المشهد، ولكن برضو لم تجيئي بالتسلسل الطبيعي الذي يوري كيف حدث هذا المشهد ومن هو المسؤول. حضرتك بقى تقول لنا التسلسل ده. المفروض ان احنا نبص على هذا المشهد في عدة صور، وكنا نجيبه على الشاشة زي ما بتجيبوا الصور اللي جنب بعضها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. كنا نجيب الصورة الاولى اللي سيادتك قلت فيها بتلومي القوات المسلحة على زي كيف سمحوا لهؤلاء ان يقتربوا من السلك، وصلوا للمكان ده اللي هم كانوا فيه بيدوا مية. خلونا يا جماعة نشوف، خليكم معانا يا جماعة ونشوف الصور دي ونحطها جنب بعض. سامعين يا شباب؟ ناخد الصورة الأولانية اللي هي فيها السلك الشائك والدكتور البلتاجي واقف. لا 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 مش الدكتور البلتاجي، لا اللي في الأولى اللي هي من ثلاث أيام اللي كان وصلوا المتظاهرين أو اللي نقدر نقول عليهم المؤيدون اللي جايين من ربع العدوية، وصلوا لغاية دار الحرس الجمهوري. كان القوات المسؤولة عن حماية الدار دول جم ناحيتهم، فكل قال لهم اقفوا لغايه هنا وما تعدوش، لا ما انتوش معديين لان المنطقه دي ما فيش فيها ميه مش زي رابعه، وهم جايين ماشيين فقالوا طب عايزين ميه، قالوا اتفضلوا ميه. ده يدي الصوره المشهد الاولاني ان القوات المسلحه لا تعادي هؤلاء، ولا بالعكس هم مواطنين زي بعض وتركوهم يجوا لغايه السلك. وحتى سيادتك قلتي بلوم القوات المسلحه ازاي سامحوا لهم، فدي اول صوره. عندنا تاني صوره واضحه جدا اللي هي الكتب النهار اللي فيها القائد بتاع المظلات اللي هو قائد القوة بتاعت المظلات اللي بيقول لهم احنا زي بعض وارجوكم اللي فوق اللي على السطح ينزلوا، شايفين هنا السطح ينزلوا عشان دول يعتبروا كقناصة ممكن يعملوا حاجة فيحصل أزمة، فارجوكم نزلوهم لان مفيش حد قادر يسيطر عليهم.
دي الثاني الصوره اللي المفروض تيجي جنبها ويتقال فيها الكلام. الصوره الثالثه للقائد بتاع القوات المسؤوله عن الحمايه اللي هي برضه بيقول لهم وبالميكروفون ارجع يا جنود ما حدش يرفع سلاح واحنا لن نرفع سلاحنا في وجهكم على الاطلاق، نحن مواطنين زي بعض ونتكلم ونعمل. ادي المشهد الثالث. المشهد الرابع هي صرخه المواطنه اللي كانت بتتكلم مع الاستاذ خير رمضان اللي بتقول له الحقنا يا استاذ خير احنا مش عارفين ننزل من بيوتنا مش عارفين نتحرك. دول حتى بيطلعوا بيفتشوا الاسطح، يعني ما كانوش بيفتشوا الاسطح، دول بيوضبوا الاماكن بتاعتهم اللي هيستخدموها والاسطح عشان الضرب. بس دي العباره دي فاتت على اللي سمعها وفاتت على البتاع، يمكن ما علقش عليها الاستاذ خيري لان يمكن ما خدش باله. احنا انا كعسكريين نعرف انا ايه اللي خليهم يطلعوا السطح، هيفتشوه فتشوا في ايه يعني، لكن ده اللي اتخذت الاماكن علشان فيها الضرب. ثم يجي الصوره اللي تيجي جنبها اللي هي لما جت قاره الاخوان وصلوا لغايه هناك، ايه اللي جابهم من الرابعه في هذا التوقيت اللي هو امبارح، زي يجوا لغايه السور السلك ويكلموهم برضو ويمد ايديهم ليهم ويقول لهم بس ابعدوا النبي عن سلك، ابعد عن السلك وخلينا كده من بعيد واحنا مش هنضرب في بعض واحنا مواطنين وارجوكوا ترجعوا. المشهد اللي بعد كده ليه جنبيه اللي هي الخطبه بتاعت صفوت تمام اللي في ميدان رابعه اللي قال فيها ايه؟ اللي قال فيها ان احنا هنزود من وهنصعد من خطواتنا بطريقه انتم مش هتشهدوها. انا مش فاكر بس الكلام بس ده اللي كان موجود، لن تشهدوا مثلها وان شاء الله احنا هنجيب مرسي من جوه دار حرس الجمهوري عندنا اللي كان الصن بايد ده. اذا هذه هي ورا بعضها ورا بعضها بتتالي نوري ايه اللي وصل من ما فيش حاجه خالص. القوات المسلحه دي سلميه والناس دول جم سلميين فعلا اللي في الاول، واشمعنى بعد هذه الخطبه وبعد الزياره اللي قام بيها اللي هو بقى عصام وبتاع واللي جم فيها ثم هذه الخطبه ثم تلا هذه الملحمه اللي حصلت بالليل. دي ترتيب. يبقى اذا الناس اللي كانوا انا بعتبرهم سلميين لان انا معاشرهم في رابعة العدوية، يعني ناس سلميين لدرجة كانوا بيسألوني ايه اللي هيحصل؟ رأيك ايه؟ طب ايه اللي ده؟ طب الجيش هيعمل ايه؟ طب احنا دلوقتي الرئيس بتاعنا هنعمله فيه ايه؟ كل ده بيسألوه. اذا ما هماش فاهمين حاجة وراحوا هناك سلمية. ايه اللي خلى العملية دي يبقى في عناصر اخرى جت كانت بترتب على الاسطح جت عليهم عملوا العملية اللي هي اضطرت فيها القوات المسلحة ان تدافع عن شرفها لان شرفها هو الوحدة او اي مكان بتدافع عليه فهذا شرف القوات المسلحة. القوات المسلحة ان لم تستطع ان تدافع عن منشأة ايا كانت هذه المنشأة ده يبقى اذا لا تستطيع ان تدافع عن البلد. فاحنا كان المفروض يعني نطرح بهذا طبعا حضرتك يعني متخصص اكتر مني انا بس فكرت في فكره التحريض ثم يعني ساعتك كنت اكثر وضوحا بيان وزاره الدفاع او القوات المسلحه كان مؤدب يمكن مؤدب جينا خد الحته الاخيره دي كانه بيبرر، لا كان المفروض يجيب الحاجات دي متتاليه يقول احنا ما كناش لا قصدنا نضرب بالعكس احنا تعاطفنا معاهم اتكلمنا معاهم مدينا ايدينا خلال السلك ليهم ونسلم عليهم. وبعد كده طب ايه اللي خلينا هل احنا معقوله بقى نضرب ما كنا ضربنا من الاول وكنا منعناهم خالص ان يجوا من اتجاه شارع ترى من اول يوم عسكريا بصراحه وما كانوش لازم يوصلوا لهذا ما انا بس انا بختلف لا اصل هي الحكايه فيها حته ان عسكريا ما نقدرش. القوات المسلحه قالت انها لن تمنع اي مظاهره سلميه واي تحرك سلمي فلابد ان تكون عند رايها وحتى لا تظهر انها تؤيد فصيل ضد فصيل. انا بختلف معاك يا ست اللي هو في نقطه فكره ان هم كانوا رايحين سلميين وندس عليهم عناصر في اخر يوم اللي هم امبارح ندس عليهم عناصر وعملوا اللي حصل ده لا يعني واضح جدا من هو الطرف الثالث اللي احنا بنسمع عنه ده حاجه ثانيه بقالنا فتره لا ده حاجه واضح تانية. جدا من اعتصام رابعه العدويه ان هم ما كانوش سلميين لما كانوا بيشيلوا شوم وعصيان في وش الناس وبيعملوا تدريبات عسكريه وتدريبات قتاليه وبيظهروا فيديوهات على النت بيهددوا فيها الناس. واضح جدا تحركاتهم والاسلحه اللي ظهرت معاهم والعناصر اللي كانت بتتحرك في اسكندريه وبترمي الاطفال من فوق اسطح. لا انا بتكلم على الحته دي انا بس بقول شيء حاجه حسن انا وحتى كنت هنا ومع استاذ خير قبل كده وقلت لو نلاحظ في الايام الاولى لم يحدث حادث واحد في التحرير او في الاتحاديه او في رابعه العدويه.
كان كل موجود في مكانه. معلش اصل انا يعني ساكن رابعة ده ناتج لمشهد الجمهور الحشود الضخمه جدا. ما طبعا ما كانش يقدر ده اللي بقول عليه. لا اصل انا بقول كل دول مغيبين بيسيروا طبقا لتعليمات قيادتهم. لما ما كانوش موجودين هؤلاء القيادات وجه لغايه دار الحرس الجمهوري وما طلعوش في المكان بتاعهم كانش حد يتحرك. اللي هم اتحركوا باوامر. ده اللي انا عايز اوصله ان هم بيتحركوا باوامر القاده. بس التحريض يا سياده اللواء التحريض المستمر هو بيبني عمليه تحريض مستمره في نفوس هؤلاء. انا عايز بقى اقول الدين لو نستغل احنا كاعلام الدين ونقول لهم تعالوا يا يا سياده اللي انتوا تابعين لهؤلاء لو تعرفوا بان الدين بيقول بان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني حتى اللسان هو وسيلة عنف. فكيف تسمحوا لدول ان هم يتكلموا العنف باللسان؟ يبقى ده اذا هو ضد الدين. طيب. حتى انا في وجهة نظري دلوقتي ان احنا مصر بتواجه العدوان الثلاثي الصهاينة والاخوان والامريكان. دي حقيقة طبعا. دي حقيقة طبعا. الاخوان المسلمين هم بينفذوا مخطط امريكي داخل ارض مصر. بينفذوا مخطط احنا يا الدولة المصرية انت واقف في وش شعب وواقف في وش جيش وبتهدد الجيش المصري. لا احنا بنقول في اللحظة دي تحديدا ان احنا عندنا استعداد ان الجيش المصري يعلن التعبئة العامة ونتطوع ونلبس احنا الكاكي وندافع عن تراب البلد دي في وش شوية الارهابيين دول. دول مجموعات ارهابية متطرفة بتحاول تدخل القوات المسلحة في صراع سياسي هي بعيد عنه خالص. القوات المسلحة ليست في صراع سياسي وليست طرف في السلطة. ما فعلته القوات المسلحة هي انحياز لإرادة شعبية وده واجب وطني وواجب تاريخي المفروض تأديه. طيب اسمحوا لي اخد بس هذه المكالمة الهاتفية من زميلنا يسري بدري رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم. يسري مساء الخير. استاذ لميس مساء الخير. النهارده طبعا كان في احداث داميه كثيره. اولا قول لي عن من تم القبض عليهم في اعتقد 200 تم القبض عليهم في عقب هذه الاحداث امام الحرس الجمهوري. ايه اخبار التحقيقات وما جرى؟ والله التحقيقات بالفعل بدات عن طريق فريق من النيابه العامه ترأسه المستشار مصطفى خاطر. بدا التحقيقات انتقل لاجراء معاينه والمعاينه كشفت عن وجود فوارغ كبيرة كميات كبيرة من فوارغ الطلقات النارية التي استخدمت من قبل المجموعة الإرهابية التي حاولت اقتحام مبنى دار الحرس الجمهوري صباح اليوم والتي أسفرت عن مسرح 51 قتيل وأكثر من 435 مصاب حتى طيب. هذه يسري معلش خليك ابقى معي دقائق. سيادة اللواء مش المفروض التحيات تبقى في النيابة العسكرية؟ أنا لسه كنت أقول تنازل من القوات المسلحة عن حقها في انها هي اللي تقوم بالتحقيقات والمحاكمه لان ده طبقا للقانون طبقا للدستور والقانون. يعني الاثنين اعتداء على مشتاق منشاه عسكريه. كل القوات هو ده بتريد ان تظهر في الصوره ان حتى اعتداء عليها لم تجري هي تحقيقات تركتها للنيابه العامه حتى يحاكم من يسري يكون ليه يا يسري التحيات في النيابه العامه وليست في النيابه العسكريه؟ والله جرى العرف في كل القضايا التي بدات بالاعتداء على المؤسسات العسكريه كل القضايا ان تباشر النيابه العامه التحقيقات مثل الاستماع الى المصابين واجراء المعاينه التصويريه واجراء ما يلزم بتصريح دفن الجثث ثم تحال هذه التحقيقات الى النيابه العسكريه. يعني ممكن تحال بعد كده النيابه العسكريه؟ وارد جدا ووارد جدا ان تستكمل النيابه العامه برئاسه المستشار الجليل المستشار عبد المجيد محمود تحقيقاتها في هذه القضيه حتى النهايه، لكن حتى هذه اللحظه القوات المسلحه لم تطلب احاله القضيه الى النيابه العسكريه رغم ان هناك اثنين من شهداء من الضحايا وسط الضحايا لان الضابط الذي تحدث عن المتحدث العسكري توفي الان او قبل ساعات توفي الان. اذا القوات المسلحه انا بتكلم في ثلاثه دلوقتي شهداء أو ثلاث شهداء من القوات المسلحة بجانب شهيدين من وزارة الداخلية وعدد 40 مصاب حتى هذه اللحظة. يعني ربما أنا أظن أن القوات المسلحة عندها حرج فكرة أنه المدني محاكمة المدنيين أمام النيابات العسكرية. لا ما عندهاش حرج. إحنا اللي شفناه النهاردة بوقائع موثقة من القوات المسلحة ده دليل قاطع أن هناك مجموعات تحرض على العنف مجموعات تحارب. ما فيش دولة في العالم كلها تسمح ان منشآتها العسكرية يتم اقتحامها. احنا شفنا رواية النهاردة موجودة على لسان شهود العيان وعلى لسان السكان ان هناك مجموعات مسلحة كانت تستقل دراجات نارية تحمل كل دراجة نارية ما بين 2 ل3 اشخاص مسلحين
بأسلحة ثقيلة فتحت النيران بشكل مباشر تجاه الضباط الموجودين في الحرس الجمهوري. ضابط وزارة الداخلية الذي قتل اليوم والذي استشهد اليوم هو زميله الشرطي كان في خدمة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر. يعني لم يكن له دور تأميني في الحرس الجمهوري، ولكن هي خدمات أمنية معينة بالقرب من دار الحرس الجمهوري. إذا هناك تحريض واضح من بعض المشايخ أو بعض رموز الفتنة التي أستطيع أن أسميهم وفقا لبيان القوات المسلحة الصادر اليوم ووفقا للشرح المستفيد الذي تحدث به المتحدث العسكري عن استهداف للقوات المسلحة منذ فترة. وحضرتك في البرنامج قلت وحذرت أنه في ناس هترتدي ملابس. النهاردة كان في 2 من مجندي القوات المسلحة البواشر يتم اختطافهم في منطقة رابعة العدوية، وهناك آخر يتم اختطافه في منطقة الأزبكية. إذا هناك استهداف للمؤسسة العسكرية لمصلحة مين ده؟ لأنهم شافوا الحشود اللي موجودة في الميادين وعرفوا أن هو إرادة الشعب أقوى من إرادة أي تيارات أو فصائل سياسية. طيب يعني ضبط ايه؟ فوارغ مثلا طلقات خرطوش، انا شفنا زي زويسكي عشان المولوتوف، ايه اللي بالظبط اتضبط يا يوسف؟ لا هو المضبوطات من كل انواع الاسلحه تم ضبطها، اسلحه بيضاء، مولوتوف، طلقات خرطوش، طلقات صوت، كلها هذه ضمن المضبوطات التي عاينتها النيابه العامه وتحفظت عليها اليوم. هذه المضبوطات كانت بحوزة المتظاهرين كما يطلقون على أنفسهم، لكن القوات المسلحة سمتهم اليوم بمسماهم الطبيعي، هي مجموعة مسلحة إرهابية. طيب ماذا عن الخلية التي ضبطت لحازمون؟ وهو بالفعل اليوم الأجهزة الأمنية في القاهرة كشفت عن بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة دار السلام عن وجود 6 أشخاص ينتمون إلى حركة حازمون في إحدى الشقق. بالفعل تم اتخاذ الإجراءات استئذان النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد عرفة وهو عضو حركة حازمون والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، و5 آخرين بحوزتهم طلقات صوت وطلقات خرطوش و7 جهاز حاسب محمول وجهاز آيباد عليه بعض العمليات. التحريات أكدت أنهم شكلوا فيما بينهم لتنظيم يدعى أحرار وهدفه قلب نظام الحكم، خاصة بعد قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وانحيازه الواضح للشعب المصري وتحميل المسؤولية لإدارة شؤون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا. هذه التحقيقات بالفعل بدأت مع هذا التنظيم، وإن كان هناك من بين هؤلاء المتهمون أحد أعضاء الألتراس والذين احتشدوا اليوم في مظاهرات حاشدة، وغدا أعلنوا أنهم سيحتشدون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإخلاء سبيل زميلهم. أيضا في أعتقد تشديد الحراسات على السجون مع القلق من محاولة اقتحامها. والله هو بالفعل إذا كان وزير الداخلية أعد خطة، لكن هناك تعزيزات أمنية وصلت إلى عدة مناطق في السجون، خاصة المنطقة المركزية لسجون طره على طريق الأستراد، خاصة أن هناك عدد من رموز نظام الإخوان تم حبسهم وبقرارات من النيابة العامة. هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية خشية حدوث أي هجوم، خاصة أننا اليوم وجدنا أشخاص معروفين لدى كافة الأجهزة الأمنية يحرضون على أنهم سيتوجهون إلى هذه الأماكن وهذه السجون لتحرير ما لديهم من متهمين، وفقا لكلامهم أنهم سيذهبون إلى السجون وسيفتحون السجون مرة أخرى. إذا نحن نعلم الآن من الذي فتح السجون في يناير 2011 ومن هو الطرف الثالث الذي اختفى طول فترة حكم الدكتور محمد مرسي وعاد بالأمس لتفجير غزة مرة أخرى وللاعتداء على المنشآت العسكرية اليوم. طيب كان في يعني أكيد في ضبط وإحضار لكل المحرضين، لصفوة حجازي، لعاصم عبد الماجد، للبلتاجي، يعني هؤلاء المفروض يكونوا متهمين بالتحريض. بالفعل والنيابة العامة أصدرت قرارات في الضبط والإحضار، لكن ليست في هذه الواقعة، وأعتقد أن القرارات ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة جاهزة. هناك ضبط وإحضار في عدة وقائع لهؤلاء المتهمين، مثل ترويع المصريين والتحريض على قتل المتظاهرين في كافة الجرائم التي وقعت في منطقة بين السرايات أو في منطقة مكتب الإرشاد بالمقطم.
نعم بشكرك يوسف بدري رئيس قسم الحوادث في المصري اليوم. دلوقتي صفوت حجازي على منصة رابعة بيقول اللي ماتوا هندفن معاهم صورة مرسي عشان يخفف عليهم عذاب القبر. وقتلنا في الجنة وقتلهم في النار. بصراحة أنا مش قادرة أصدق إن في ناس بتسمع الكلام ده، هيدفن معاهم صورة مرسي علشان ده يعني يروح الأول يشوف المرشد بتاعهم اللي دخل لابس نقاب يعني. زي كان بيقولوا إن هو كان صلى إمام يعني وواضح جدا يعني واضح جدا من ان القوات المسلحه ما اتخذتش قرار ان هم ان الناس دي تتحاكم تحت النيابه العسكريه مع ان ده حقها. ده واضح جدا ان هي مش عايزه تبين للناس ان هي طرف في السلطه، مش عايزه تبين للناس يعني عايزه تقفل الباب ده. بس ده حقها بالقانون وبالدستور. حقها بالقانون، حقها بالقانون. ده 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 دي هذه الحاله الوحيده يا ست اللي هو التي يحاكم فيها المواطن. حقها بالقانون بس هي عايزه تفوت الفرصه على مجموعه ممكن تطلع تقول، مجموعه من الناس ممكن تطلع تقول لا دول مدنيين، لا دول حرام، دول يتحاكموا مدنيا. هي عايزه تفوت الفرصه على الناس. ودي اللي كان السورتين كان المفروض تجيبوهم تاني، اللي هي صورة البيان بتاع الفريق الأول السيسي لما كان بيلقيه وبيقول خريطة مستقبل مصر، وصورة الدكتور البرادعي بعديه لما ابتدى هو يقول بيانه. الصورتين دول جنب بعض في توقيت واحد متتالي يدي صورة كاملة عن نية القوات المسلحة. لأن مين اللي كان بيقول البيان الأولاني؟ الفريق الأول السيسي. بعد ما قال بيانه الدكتور البرادعي قام، الفريق الأول السيسي خرج. خرج مش لان هو رمز القوات المسلحه. اذا بيقول القوات المسلحه انا ماليش دخل خلاص، ادي دول الساسه، انا كقوات مسلحه خرجت المشهد السياسي حتى. ودي نقطه مهمه جدا. طيب عندي شهاده اخرى من الاستاذ مجدي الطيب الكاتب. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا مساء الخير يا مدام. اهلا بيك يا فندم اتفضل. هو في الحقيقه ان انا بس عاوز ابدا الاول بملاحظه قد تبدو شكليه ولكنها جوهريه الى حد كبير، يعني لان احنا انا واحد من الناس اللي هم بيوصلوا الليل والنهار، وبالتالي يمكن من آلاف المصريين اللي بيسهروا لغاية الصبح. نعم. وزي ما احنا بنعاني احيانا من وجود فراغ دستوري، فانا اتصور بان احنا بنعاني احيانا بالليل من وجود فراغ فضائي. يعني انتوا كتر خيركم بتبذلوا جهدكم وبتيجوا يمكن لغاية الساعة 3 وبالتالي بينتهي العمل. والله احنا قاسيين ما نقدرش نكمل بعد الساعة 3 يا استاذ مجدي والله. كده انا هقول لك حاجة. طب اتفضل. الحاجة المهمة اللي كشفتها الواقعة بتاعت امبارح دي، ان النهاردة اكتشفت بان احنا كنا في مرمى نيران قنوات مشبوهة اختلت بينا في الفترة من الساعة 6 صباحا اللي هي حصلت فيها المذبحة دي لغاية الساعة 12 لغاية ما بدأت القنوات. ايوة ما هو ده، لان هذه قنوات موجهة دي بنسميها في لغتنا امبيدد. وطبعا سياده اللواء عارف التصريح عارف ده، لان اول ما كان في قوات امريكيه موجوده واول ما كان دي كانت بدايه مصطلح امبادت حرب الكويت. هيتفضل يا فندم. انا بس بقترح يعني لو في امكانيه ان احنا نعمل بنظام الشفتات بحيث ان يبقى في على الاقل على مدى ال 24 ساعه شفتات في القنوات الفضائيه المصريه، بحيث ما نبقاش احنا موجودين تحت رحمه قنوات. يعني انا شفت قنوات ما عند الله بها من سلطان اول مره مثلا. نعم. اشوف قناه اسمها القدس والقدس واليرموك واهل مصر، ودي كلها قنوات يجب ان ننتبه اليها جميعا. انا مش عاوز اقول ان انا بصادرها ولا بغلقها، لكن بقول ان احنا كمان على الجانب الاخر نكون احنا جاهزين ونكون على الاقل على هبه الارتداد ان احنا نقدم للناس المعلومه الصحيحه بدل ما احنا نبقى قاعدين تحت رحمه قناه واحده. نعم. اسبوع. نعم. الحاجه المهمه بقى الثانيه بان مثلا من بين شرائط الفيديو اللي قدمت في الساعات الاولى من الصباح قدم شريط فيديو لمجموعه من الجثث للمقتحمين او الارهابيين. اقسم بالله العظيم بان انا لما شفتهم تذكرت على طول ارهابي الحزب النصره بالقاعده في سوريا وفي العراق. يعني انت شايف ان هم ملامحهم غير مصريه مثلا؟ كده الجزئيه دي مهمه جدا، وانا كنت اتمنى بان يحصل تحليل للجثث دي، يحصل بالفعل محاوله ان احنا نكشف عن هذه الجثث، لان انا اتصور من السحنه بتاعتهم والملامح غير المصريه على الاطلاق، وحتى الوجوه اللي يعني مش عاوز اوصفها به، بس يعني المهم انها وجوه بالفعل لا تمت بصله الى المصريين ولا للاحداث ولا للجنسيات المصريه. لا هي الصور اصلها نزلت على كل المحطات، فممكن الصور الكلوز ابس على في اليرموك والقدس نزلوا الصور بتاعتهم هم ونزلوا صور بيجيب الطفلين اللي هم السوريين اللي هم قالوا عليهم ان هم مصريين. انا مش بقسم دلوقتي، مش بقسم على ان دول سوريين، لكن لديك شكوك ان بعض من شاركوا في هذه العمليه قد يكونوا غير مصريين. الوجوه اللي كانت موجوده على الارض وطريقه اللحى
اللي هم كانوا مربينها دي تقول بان دول مش مصريين على الاطلاق. في وجوه بالفعل احنا دي نقطة مهمة. احنا بتاعتنا واضحة واستحنا والملامح بتاعتنا واضحة. فكنت اتمنى الا تدفن هذه الجثث الا لا ما هو عشان كده هم كانوا عايزين يقتحموا المستشفى وما يجروش فيه طبعا مش كانوا رافضين التشريح للجثث ورغم ان ده ضروري ليه عشان نعرف الرصاصه جت من قدام ولا جت من ورا ولا جت من الجنب ولا جت من الجنب. بشكرك يا استاذ مجدي هذه ملاحظه مهمه بشكرك شكرا جزيلا. حسن انا مش عايزه اخرك يعني عايز تعلق على ما حدث النهارده قبل ما تخرج. انا عارفه ان التعليق الوحيد على ما حدث النهارده ان احنا امام ثوره على طريق الانتصار ولكن لن تنتصر بالكامل. هتنتصر بالكامل حينما يقضى على هذا الارهاب، الارهاب اللي موجود في الشارع وبعض الجماعات المتطرفه اللي مصدرها لنا امريكا علشان تتحكم في الدوله. ولما الشعب المصري صار ضده بداوا يستخدموا نفس القصه اللي كانوا بيعملوها في سوريا وفي افغانستان وفي باكستان. هذا الكلام لن تسمح به الدوله المصريه ولن يسمح به الشعب المصري ولن يسمح به الجيش المصري. احنا بنقول ان الهدف والحل الوحيد الان للوقوف ضد هذا الارهاب ان احنا واقفين شعب وجيش في هذه البلد في مواجهه هذا الارهاب حتى نقضي عليه تماما، لان هو بيهدد الشعب المصري والمواطن المصري في ثورته قبل ما بيهدد الجيش المصري وقبل ما يهدد الدوله المصريه. فواجب علينا احنا ان احنا نحمي ثورتنا ونفضل واقفين في الشوارع والميادين حتى في دخول رمضان علينا نقف ونفطر في الشوارع وفي دعوه يوم الجمعه ونفطر كلنا مع بعض ونرجع تاني لمظاهر البهجه والفرحه لحد ما هذا الارهاب يتم القضاء عليه بالكامل. واحنا على اعتاب تشكيل حكومه جديده انا في وجهه نظري ان في طفره اقتصاديه جايه باذن الله لان هذه الحكومه قايمه على الكفاءات مش قايمه على الاحزاب او الحصص الحزبيه، لا أي مع الكفاءات. الاقتصادي باشر شغله في الاقتصاد، الأمني باشر شغله في الأمن. ومهمة هذه الحكومة هم ملفين الأمن والاقتصاد. وبروح الثورة المصرية وبروح الشعب المصري اللي ألهمنا النضال من يوم 30 ومن 25 يناير وما زال بيلهمنا لحد دلوقتي بثباته في الشوارع هننتصر باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا حسن شاهين. حركه ادتنا كلنا روح بعد ما كان اصابنا كثير من الاحباط، لكن الحقيقه مع بزوغ هذه الحركه كان عندنا امل جديد. هتعملوها حزب؟ اعتقد الكلام دوت مش مطروح حاليا. بدري دلوقتي حاليا. احنا اهم حاجه كانت مهمتنا الوحيده اداره الحوار بتاع الفتره الانتقاليه وخريطه الطريق الدستور ويتولى رئيس المحكمه الدستوريه العليا ثم انتخابات برلمانيه ثم انتخابات رئاسيه. وانا هفطر معاكم بقى يوم الجمعه ان شاء الله. ماشي تنورينا طبعا. نخرج فاصل وهيغادرنا حسن ونتابع سياده اللواء تفاصيل اخرى عن هذه مش عارفه ايه هذا الكمين او هذا هنشوف بعد الفصل.